بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الحلوين سنة أولى الشاطرين، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا النهاردة يا أصدقائي بيتكلم عن تمييز المتشابه والمختلف من الأشياء. يعني إيه متشابه ومختلف من الأشياء؟ يعني في حاجات شكل بعضها في علاقات بينها، وفي حاجات تانية مختلفة عن بعضها ما فيش علاقة بينها. تعالوا نشوف كده مع بعض صورة إيه اللي قدامنا دي أصدقائي. صورة ولد، فعلا صورة ولد. والصورة اللي قصادها صورة إيه؟ صورة بنت. يا ترى الولد بيشبه البنت في حاجة؟ طبعا، لأن الاتنين نقول كل واحد فيهم نقول عليه إنسان، يبقى ده إنسان ودي إنسانة، كل واحد فيهم إنسان، الاتنين متشابهين، كل واحد فيهم له يدين وقدمين ورأس وشعر وهكذا. لكن هل الاتنين دول مختلفين عن بعض؟ طبعا، زي ما هم متشابهين في حاجات كمان مختلفين في حاجات. إزاي؟ الولد مذكر والبنت مؤنث. الولد شعره بيبقى قصير والبنت شعرها طويل. الولد لما بيكبر بيبقى رجل، والبنت لما بتكبر بتبقى امرأة. يبقى الاتنين بيتشابهوا في حاجات وبيختلفوا في حاجات تانية. تعالوا نشوف الصورة اللي بعدها. صورة ايه دي اصدقائي؟ صورة كلب شطار. والصورة اللي قصادها صورة قطة. يا ترى الكلب والقطة متشابهين ولا مختلفين؟ فعلا الاتنين متشابهين في حاجات ومختلفين في حاجات. متشابهين في ان كل واحد فيهم بيسمى حيوان، الكلب حيوان والقطة حيوان. وكمان متشابهين ان كل واحد فيهم له اربع ارجل، الكلب له اربع ارجل والقطة لها اربع ارجل. لكن مختلفين في حاجات. ايه يا ترى ايه هي؟ الكلب بياكل العظم والقطة بتشرب لبن وممكن تاكل العظم. لكن في حاجة كمان مختلفين فيها، ايه هي؟ ان القطة بتخاف من الكلب. شطار. يخلي بالنا يا اصدقائي كمان ان الكلب يختلف عن القطة في حاجة. الكلب ممكن يستخدم في الحراسة ورعي الغنم، لكن القطة حيوان أليف وطيب بنربيه في البيت، نشربه لبن وبيحب يلعب مع الأطفال الصغيرين. تعالوا نشوف بعد كده الصورة اللي بعدها. صورة قطار شطار يا أصدقائي. صورة قطار. والصورة اللي قصادها صورة سيارة. يا ترى في شبه بين القطار وبين السيارة ولا مختلفين؟ فعلا الاتنين بيتشابهوا مع بعض، إن كل واحد فيهم بنسميه وسيلة مواصلات. يعني إيه وسيلة مواصلات؟ يعني بنركبه ونوصل بيه للمكان اللي احنا عاوزين نروحه، نسافر بيه، او ننتقل من مكان لمكان، نزور اصدقائنا واقاربنا. طب ايه الفرق بينهم؟ يبقى الاتنين متشابهين في ان الاتنين وسيلة مواصلات، وكمان الاتنين عشان يمشوا محتاجين طاقة، والاتنين بيمشوا على الارض يا اصدقائي، بس مختلفين في حاجة، ايه هي يا ترى؟ القطار عشان يمشي لازم يمشي على القضبان شطار، اما السيارة بتمشي على الأسفلت، يعني بتمشي على الأرض، مش محتاجة قضبان، ممكن تمشي في أي شارع وفي أي اتجاه. أما القطار لازم يمشي في اتجاه محدد ويمشي فوق القضبان، وكمان ما بيقفش غير في المحطات بتاعته، وسريع جدا يا أصدقائي، وكمان بيركب عدد كبير جدا من الركاب. لكن السيارة بتمشي في كل الأماكن وبتحمل عدد قليل من الركاب. تعالوا مع بعض دلوقتي يا اصدقائي نشوف كمان اشكال متشابهة ومختلفة. ايه يا ترى ايه وجه الشبه بين الصورة دي والصورة اللي امامها دي؟ ده اسمه ايه الاول؟ فعلا اسمه فيل، وده اسد. هل في علاقة بين الفيل وبين الاسد؟ الاتنين كل واحد فيهم بيسمى حيوان، يبقى الفيل حيوان والاسد كمان حيوان. لكن في شبه بينهم؟ طبعا، الفيل حيوان والاسد حيوان. الفيل له أربع أرجل والأسد له أربع أرجل، ده الشبه بينهم. لكن الاختلاف إن الفيل حيوان أليف بيلعب مع الأصدقاء مع الأطفال في حديقة الحيوان، ممكن يركبوا على ظهره، لكن الأسد ما نقدرش نركب عليه. الأسد حيوان مفترس متوحش بياكل اللحوم. الفيل بياكل أعشاب والأسد بياكل اللحوم. ودلوقتي نشوف الصورة اللي بعدها، صورة طائرة. والصورة اللي أمامها صورة سفينة. يا ترى في شبه بين الطائرة وبين السفينة؟ طبعا، الاتنين كل واحدة فيهم بتسمى وسيلة مواصلات، يعني بنسافر بيها من مكان لمكان آخر. الطائرة بنسافر بيها عن طريق الجو، أما السفينة بنسافر بيها عن طريق البحر، لأن السفينة بتمشي في البحر. الطائرة بتحمل عدد كبير من الركاب، والسفينة برضو بتحمل عدد كبير من الركاب. ودلوقتي تعالوا نشوف مع بعض الصورة اللي بعدها، صورة دراجة اللي احنا بنقول على العجلة. صورة دراجة يا اصدقائي. والصورة اللي امامها صورة سيارة شطار يا اصدقائي.
تعالوا نشوف يا ترى في شبه بين الدراجة والسيارة؟ طبعا الاتنين بيمشوا على عجل، وكمان بيمشوا على البر، على الأرض. بنركب الدراجة وبنركب السيارة عشان ننتقل من مكان إلى مكان، لكن الدراجة مختلفة عن السيارة. الدراجة بتمشي على عجلتين يا أصدقائي، لكن السيارة بتمشي على 4 عجلات. شطار. وكمان الدراجة بنركبها ونبدلها برجلنا، لا تحتاج إلى مصدر طاقة، يعني مش محتاجة بنزين. أما السيارة لازم نحط لها بنزين علشان تمشي. ودلوقتي يا أصدقائي تعالوا نشوف مع بعض حركة الطائرة بتطير في الجو إزاي، وحركة السفينة بتمشي في البحر زي ما إحنا شايفين. وادي الدراجة كمان مشيت وراهم على البر، يعني على الأرض. وادي كمان السيارة مشيت على الأرض. إلى هنا أصدقائي نكون انتهينا من درس اليوم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتقابل إن شاء الله مع درس جديد.